رايح؟ خلينا نرجع ونقتلهم، لا خلينا نخلص من اثنين سوا. لا اخي علي، لا. شو يعني حفروا لنا فخ هدول الكلاب؟ من وين عرفوا انه رح نجي لهون مشان ناخذ جنكيز؟ جنكيز جنكيز هو. لك كيف بدنا نتعامل معه؟ مشان الله فهمني، كيف بدنا نتعامل؟ انت فيك شيء؟ لا لا ما بعرف. لا خير؟ شوفي. عفوا السيد كينان بده يشوفك هلأ بهالوقت؟ كنان شوفي صاير لك شي؟ بالي مشغول بشي، ووقت بينشغل بالي ما بقدر نام. شو اللي شاغلك؟ في شي عم بعمله غلط، بس شو هو؟ لازم يكون في سبب عم يخليكي ما تشوفيني. مشان هيك جبتني بهالوقت؟ شو بدي اعمل؟ شو لازم أعمل حتى اللي بيناتنا يتطور منشان يصير حقيقة؟ أصلاً هو حقيقة. حقيقة؟ منتظر طلاقك من شهور، خاطرت بحياتي وإجيت لشوفك دغري، وسمعت تهديدات من زوجك السابق منشان ما يعمل لك مشاكل، وكافأته بدل ما عاقبه وأحرقه، ولهلأ ما قدرت أني أشوف وشك. كيف حقيقة؟ بتحبي إني خبرك الحقيقة؟ أنا بعدني وحيد بهالبيت، هاي هي الحقيقة. عم بنتظر من سنين، غلبت أكبر عدو لإلي، وقاعد عم بحلم من شانك ومن شان جان. أنا بدي إني أكون سعيد، شو يلي لازم أعمله؟ بدي إني أكون سعيد مع المرة يلي بحبها، شو يلي لازم أعمله أكتر؟ طيب منحكي؟ لا ما عاد رح نحكي. أنا بدي منك جواب واحد. أنا سألتك سؤال إذا متذكرة، وهلأ عم بسألك السؤال نفسه مرة تانية. أنا مشغول، شو بدك هلأ؟ بدي أخبار منيحة تموز. قديش بقيان؟ مو كتير، خلص صبرون. سيد كنان في احتمال أنه تكون هي آخر مكالمة قبل ما الهدف ينضرب. حلو، مع ذلك انتبهوا. أنت هلأ عند مانوليا؟ إيه، وراح خبرك الأخبار الحلوة. تصبح على خير. وأنت من أهله؟ إيه، وين كنا عم نحكي؟ أنت خلصت، صار دوري. وأنا ناطر. وأنا كمان بدي إنه تكون علاقتنا حقيقية. طلقت زوجي مشانك، طبعاً بدي رد على عرضك، بس أنت ما عم تتصرف على هالأساس. أنا ما فهمت. بتسحبني من سريري وبتجيبني لهون بهالوقت. أنا ما فيني أتزوج من كنان بيركان يلي عم يحكي كأنه عم بيساوم بالسوق. أنا عملت هيك وأنت عملي هيك، ويلا حطي توقيعك هون وخلصنا. أنا شفت قدامي كنان بيركان وحيد من جوا وضعيف كتير، مثل الشاب العاشق اللي قدامي هلأ. مو هداك الرجل سألني مثل ما سألني هو وقتها طالع الخاتم اللي بجيبتك، وإلا الجواب اللي رح تاخده مني ما رح يسعدك. هذا اللي عم بحكي عنه بالضبط.
ممكن تقولن يوصلوني على بيتي؟ تموز موجود بمكان اسمه مانوليا. آخ! أنا ما عملت شيء، عم خفف إيدي قد ما فيني. ما عم يصرخ من الوجع. إزيل شو رح نعمل هلأ؟ احكي اللي بشو عم بتفكر؟ أكيد في شي عم بيصير، في لعبة ذكاء عم بتصير. والله يا علي ما فينا نغلبهم باللعب. ماشي، بس أكيد رح نغلبهم لأهل الكلاب بالذكاء. لا تطلع فيني هيك إزيل. أنا شفتك مرة، شفتك كيف صرت واحد متوحش، صرت واحد بخوف. كانت بعد ما مات الخال. والله لدرجة أنه أنا خفت منك. وينه هذا الزلمة هلأ؟ هذا الزلمة هون. ماشي، هذا الزلمة شو؟ انت وهذا الزلمة ما رح تقدروا تعملوا شي قدام ناس مثل جنكيز. إزيل علي، انا قد ما توحشت ما بقدر اعمل مثلهم. نحن في عنا حدود، هن ما في عندهم. هن ما عندهم اي حدود لاي شي ممكن يعملوه. يعني شو قصدك من الحكي؟ تعرف شو ما عملنا؟ هن رح يعملوا ابشع بكتير، بتجاوزوا الحدود يلي نحن ما فينا نتجاوزها. قصدي انه ما فينا نكون مثلهم. اذا جربنا رح نخسر. يمكن انت ما بتقدر، ما بتقدر انت انك تكون شرير مثلهم، بس انا صرت هيك من قبل وبرجع بصير. بدياك تدوري لي على اسم مانوليا. مين هي؟ ما بعرف مين. تموز هلا عنده، يمكن وحده حبيبته او قرايبته. يمكن ما يكون اسم مرة، يمكن يكون اسم شارع مثلا او اسم بنايه. يمكن يكون اي شيء. ريهام فيك تدوري لي بسرعه؟ طبعا بدور، بس هذا يعني بدي اضطر وقف ملاحظة أزقور. ليش؟ شو صاير؟ شاكه في شيء؟ كان بدي احكي معك. هلا هو بالمارينا عم يحكي مع رجالين. ايه؟ يعني ناس شكلهم غريب شوي. كيف غريب؟ شكلهم كأنه متشردين وحاملين بإيديهم شناتي، مو مبين شو في بالشناتي. يعني شو في شغل أستاذ جامعي مع هيك ناس؟ وهلأ عم يدفع لهم مصاري. لحظة لحظة، شو صار؟ شو صار؟ في شي؟ لحظة معلم، عم يحكوا بالإشارات وطلعوا لجوات المركب، وهنن عم يتلفتوا بينات بعضهم كأنهم خايفين من شي. بادا هنيك شي؟ مو شايفة بادا هون هلأ. يا ريتك ما حكيت. اجيت ما هيك؟ هلأ راح على المركب. شو عامل؟ معلم؟ معلم؟ بس شعرة. لو شفته وقت خبرته، لو شفت وشه وقت عرف شو يلي فيني أعمله. بس شعرة. شو متعلم هاي الجملة من جديد؟ بس شعرة يا جنكيز. ليش دائما بيفلتوا من إيدينا على شعرة واحدة؟ ما بعرف،
انت دائما بتغلط، يمكن يكون هذا السبب. هن شايفين شو اللي بتقدر تعمله، وانا شايف الشي اللي ما بتقدر تعمله. شو صار لك تموز؟ شو في جني فايت جواتك؟ احكي مثل العالم. كان قتل توفيق شغلة كبيرة، شغل شيطان. اكيد عملنا اللي ما بيقدروا هن انهم يعملوه، ما قدروا يعملوا شي معنا لانهم ما بيقدروا يتخيلوا ولد صغير يقدر يمسك مسدس. فينا نعمل شي اسوأ من هاد. مثل شو؟ شي وسخ كتير حتى انا ما بدي اعمله. في هيك شي يعني؟ في، مع الولاد. انت شو عم تحكي؟ ليك تموز، هو نفسه مو نفسه يا جنكيز، اسوأ من هيك، اسوأ شي ممكن. انا فيني هلأ اعمل شي يدمرهم، ينتهوا، خليهم يركعوا ويجوا لعندك يقلوا لك قوس علينا وخلصنا بكفي. ما بكفي شر يا جنكيز، يطلع بيدك تعمل اكتر. وكيف فيني اعمل كل هاد؟ في حدا قادر يقتل طفل؟ سكوت، ما تقولها، ما لازم تقولها. ابنه العلي سبق وحاولت من قبل، بس لسه كان مخلق، ما كان موجود، ما كان إنسان. هلأ موجود وعم يتنفس، ولد صغير كتير، شوية رحمة بس. صغير كتير وهلأ بالحاضنة. لا ومستحيل تموز، لا مستحيل. إذا عملت هالشي هلأ الاثنين رح ينتهوا، هني على الحدود، فيك تعملها. ما بعملها يا تموز، ما بعملها، عم تسمع؟ إيه سمعت تموز. تموز، خلينا نركب. بدا وقفي، لا تطلعي على المركب. إذا شوفي صاير شي؟ خير، شو المشكلة؟ أنت بشو عم تلعب؟ مين الناس اللي موجودين جوا؟ كيف بتوثقي بهيك زلمة وبتركبي بالمركب معه من دون ما تعرفيه؟ خليك عندك. استنى دقيقة، شو القصة؟ ممكن إنك تترك بادا لو سمحت؟ ليش، شو رح تعمل؟ إذا أنت شو رح تعمل؟ شو صاير؟ مين في جوا؟ خلي الأستاذ يحكي. أزغر؟ ما بعرف كيف حضرتك فهمت القصة، بس انت فهمت غلط. ما في داعي لكل هالشي، اترك بادا لو سمحت. قلت لك مين هدول اللي قاعدين جوا؟ ليش اعطيتهم مصاري؟ وليش هنن جوا؟ وليش عم تحاول تدخل بادا لجوا؟ شو يعني كنت عم تراقبني؟ مين هدول؟ ماشي. راسم، ورجي شو في معك. إيزال، اهدي شوي، انت بعد هيك على مهلك، قرب على مهل وشوي شوي. سمك، قال الأستاذ مشتهي السمك وأنا جبت له إياهن وعم جهزهن. مفاجأة. ممكن تسمح لي بدقيقة؟ طبعا. أنا آسفة، هلأ راجعت لك. ماشي. انت جبت سلاحك واجيت مشان تحميني ما هيك؟ عفوا، كنت عم تراقبني إلي مثل ما كنت عم تراقب رفيقي؟ فتشت له بيته كمان؟ هذا يلي اسمه رفيقك عمره 35 سنة وعنده عيلة وولاد، توثقي فيه من دون ما تعرفيه؟ ليش، انت قديش عمرك إيزال؟ انت كمان في عندك ولد، ولا انت منك شايف حالك بالمراية؟ مين يلي اجى ليداهم المركب وحامل مسدس؟
إذا كان في حدا لازم احتمي منه هو أنت، مو أزغار. أنت برأيك أنا ممكن أزيكي؟ أساساً أنت أزيتني، أنت قلت لي بعظمة لسانك أنك أزيتني وتركتني ولا نسيت كلامك، وهلأ عم حاول أني استمر بحياتي بس أنت ما عم تسمح لي. ما بدي إياك تكملي حياتك مع حدا تاني، ومعك كمان أنا ما فيني كمل. طلع بحالك منيح، مو هذا السبب. شو رح يتغير إذا خبيته؟ أنت برأيك أنت نفس الرجال يلي كان معي من قبل؟ مو نفسه؟ عرفت من آزات، بعدت عن عيلتك مشان أمك، بعدت عني كمان، وانتهيت مع عيشة، مات الخال، صرت تحمل سلاح وتقوص على الناس وين ما كان. لا إيزيل، أنت مانك نفس الرجال يلي كان معي، فهمني. أنا مبسوطة مع أوزغور، أنا بحبك كتير، بس ما كنت مبسوطة معك. أنا هلأ مبسوطة كتير، أنا بفهم إنك وحيد ما بقي لك حدا، بس لا تدخل بحياة الناس بحجة إنك بدك تحميهم. لازم تقبل إنه الناس مبسوطين من دونك. كانت صعبة علي بس تقبلتها. هاتي ايدك. شكرا على المفاجأة. ولو يا حلوة. نرجس، مينا، طبيعي تكون مانوليا. معلم ما عم يطلع معي اسم مانوليا، يمكن ما نو اسم مرة، يمكن اسم شارع أو بناية، ما ممكن يكون شي تاني. بس يمكن يكون اسم مركب. دوريلي بكل المراسي، عرفي مين صاحب المركب يلي اسمه مانوليا، بس بسرعة. مصطفى اسكيجي، من امتى؟ من الاسبوع الماضي. تمام، شكرا كثير استاذ. عفوا، كنت بدي اقول شيء ثاني بصراحه. انا رفيقته وحابه اعمل له مفاجاه، يعني لو بتخبرني وين مكانه هلا ما بدي اعرف انه انا جاي. رجاءا، يمكن مر لعندك كمان وبتعرف عليك. ماشي، وعد. شو الرقم؟ شكرا كتير استاذ. ازال لقيته. برافو ريهام، اتصلي بعلي فورا واعطيه العنوان. Thank you.
هذا الخال من زمان، ريحة الدم والغريزة بيخلوا الهدف يجي لحاله لعندك. قبال يا إيزيل، خلصت حياتي السابقة، أنا صرت واحد تاني هلأ. لا، أنا ماني مثلهم. الو، بس لو ترفعي صوتك شوي. الو الو الو، احمد وين رحت؟ شو قطع صوت ماما؟ الو، ما في تغطيه؟ معقول هالحكي؟ احمد الو، والله الله ما قالها. مع مين بدك تحكي انت؟ بدي احكي مع امي. ما في تغطيه جوات المستشفى، اكيد حامل شي بالموبايلات هونيك، مشوش عليهم. تليفونات المستشفى ما عم تشتغل كمان. اي حضرة الشرطي، وحدات الحاضنات بمستشفى التوليد. والله يا حضرة الشرطي متأكد، بس لازم تروحوا دغري. صدقني سيدي، بعثوا دورية لهنيك فورا. نعم، دار التوليد، دار التوليد. الام ازاد قرقيز واسم الولد توفيق قرقيز. اذا ما رحتوا لهنيك فورا اكيد رح يقتلون. دغري الله يخليك. ازيل، حطونا هنيك مشان نعرف، ما هيك؟ رح نلحق. لا، ما رح نلحق. لا أخي علي، ما رح نلحق. لأنه شو ما عملنا وقد ما حاولنا وركدنا، ما رح نقدر نكون قريبين من يلي منحبهم وقت اللي بيموتوا. قديشهم حلوين، ما فيني مر بدون ما أطلع. اي والله يا انسه، ليش في احلى من الاولاد؟ لا أخي علي، ما رح نقدر نلحق. بعدولي بعدولي. أنت تعال معي، تعال. وأنت خليك. نحن ما فينا نوقف إيد عزرائيل. توفيق قرقيز.
توفي الناعم توفي الحلو. لك وين أسد؟ ما أنا هون، طلعت لعند الولد، يمكن نامت هنيك معلم. وقت بدق الموت باب ابنك نحن ما فينا نمنعه، وقت بيجي الموت على الولد الصغير الأم مضطرة إنها تاخده من إيده وتزبته لبعيد. اترك ابني! شو هاد؟ هلا وقتك. أزاد وديفو روح ورا روح. شو هاد؟ شو عم بصير؟ لك شو بدك مني؟ يا جماعة منشان الله حدا يساعدني. لك شو بدك مني؟ لك أخذ السيارة يا جماعة منشان الله حدا يساعدني. لك وين الشرطة؟ اطلبوا الشرطة. يلا بسرعة بسرعة لا تضوع. شو عم تعمل إيزيل؟ منتظر منتظر إنه يضيع؟ مفكر إنه رح يخلص منا. قلت لك ما رح نقدر نكون مثلهم، بس في غيرنا كمان. هلا نحن وين كنا؟ ماشي، أنا هالمرة رح أعمل كل شيء بالطريقة المضبوطة، شو رأيك؟ يعني عندك خطة؟ طبعاً في. وقت بهدلتيني بطريقتك الظريفة واللطيفة فكرت بكلامك الأخراني، معك حق. وقت راح أعرض عليك الزواج بهي الطريقة أكيد ما راح تقبلي، لهذا السبب عملت التحضيرات. هلأ بعد شوي راح أخذك وأخذك على المكان يلي حضرناه. إيه نعم، نتزوج أنا وياك. عم تحكي عن جد؟ كنت حابس نفسي 30 سنة ناطر هاي اللحظة. دموع شو هي يا ترى؟ هي دموع الفرح ولا دموع الحزن؟ هي دموع التساؤل. رح كون سعيدة هالمرة؟ رح كون سعيدة؟ لو كلفني هالشي حياتي. خلينا نحتفل بهالشي. رح أغسل وشي. ماشي. أخذت خبر، رح أبعت لك رجال. أنت وين؟ عايشة؟ أنا جاية.
انت منيحة؟ انتبهي انك تتراجعي. ها الظاهر انك زوج نقاق. ها ماشي رح اتغير. ألو، رح أبعث لك العنوان. إيزيل، علي بيعملها ماشي؟ بدي إياه يتوجع كتير كتير كتير. علي أوكي؟ إيزيل شكرا. بس شعره تنتين من كل شي تنتين. ما تنسى هيك رح يخلصوك. من كل شي جيب اتنين. ما تنسى النقيب كاظم. نقيب كاظم من هون. كان في رجال ومرأة ماتوا بالعملية زي. وهالولدين لقيناهم هنيك. كانوا الاثنين بالبيت وقت القتل. كانوا حاطين الولدين ورا. وقت صار الانفجار وقع الحيط فوق. وضعهم كأنه ممنيح. عالجوهم هلا وبلغوني على المكان اللي راح ينتقلوا عليه. كأنه عمرهم قد بعض ليكونوا توم. نعم سيدي. مصطفى اسكجي ومانوليا اسكجي. من كل شي اتنين. كل شي اتنين. اتنين. من كل شي اتنين. حياتي هيك دائما. شو كيف وصلت لهون؟ مو مشكلة عادي. ما بهم. ما رح تنساني يا علي بحياتك. رح أدخل بكوابيسك دائما. تعرف ما رح تقدر تنساني وين ما كنت وين ما رحت يا علي. ما هيك؟ مين كانت بهار؟ مين كان توفيق؟ مين يلي قتلك ياهن متذكر؟ أنا قتلتن. ما رح تقدر تنساني طول عمرك يا علي. رح تتذكرني باللي عملته دائما. تعرف ما رح تنساني بحياتك يا علي. نهائيا ما رح تقدر تنساني.
سلاح. رح أتذكرك مظبوط بس بهالمنظر. وقف! صار لازم هلأ حط توقيعي يا تموس النجس. بهار تيفا ما ضلوا زعلانين، خلصنا. هيا اخذت بتاركن، لا ضلوا زعلانين. قتلته رح تجوا لهون هلا ورح تتصالحوا معي. ما ليك عملته، ورجوني حالكن هلا. يلا تعو، بس اسمع ضحكتكن، بدي اسمع اي شي منكن. ما رح تجيو؟ لك مو انتو ميتين ومو انتو مدمايين. خلوني اشوفكن على طبيعتكن مثل بهار. بدي اشوفكم مثل توفيق اللي حرمني اياكم. مات اجا الربيع مع شعر بهار. اخي علي. أكتر شي بيخافوا منه يلي بيكونوا عايشين لحالهم إنهم يموتوا لحالهم. شو رح نموت؟ إذا ما متنا رح نضل مع بعض على طول؟ طبعاً أكيد. نحن رح يكون عنا تختين وعلبتين بسكوت إلي وإلك، وعنا سيارتين اثنين. رح يكون عنا اثنين من كل شي. طبعاً. مصطفى، إذا متنا رح نموت مع بعض. إيه ماشي. غمض عيونك هلا. يلا غمضتهم، ما بقى تفتحهم مرة تانية. ماشي. We'll be right back.
في ناس ما بيحبوا يعيشوا مع حدا، بيحبوا يضلوا وحيدين، وفي ناس ما بيحبوا أبدا يكونوا وحيدين، وما بتعرف مين منهم على حق. بتعرف كم ساعة وأنا قاعدة عم وضح لأوزغور؟ حتى اضطريت إني أحكي له قصتنا كلياتها. حكيتي له بالمختصر؟ ما تعمل هيك شي مرة تانية، ويا ريت ما بقى تلاحقنا مرة تانية. حاضر. وما تجي من وراي وتنزع مفاجأة حبيبي. حاضر. وما عاد تمسك ايدي قدامه ابدا، ولا تحطني باي موقف صعب. كمان حاضر. ولا تجبرني اني اضطر اسحبك على جنب لتقدم لي تفسير. حاضر، خلص فهمت كل شيء. ماشي، منوقف هون والا رح يفهم كل شيء. يعني إنه بعدني بحبك. بس أصعب شيء بتتعلمه إنك ما بتعرف شو ممكن الرجال الوحيد يعمل بلحظات ضعفه. جنكيز يسيل، لأي درجة بدك إياه؟ شو؟ إنك تخلص من كنان. ماشي، خلينا نشوف هون كمان. عم تكتبي عندك؟ حضرتك قلي وأنا بحفظ بعقلي. مثلاً خلي هي تكون غرفة الغسيل. لازمنا كتير من طقمة شراشف لغرفة النوم. جيبي جوز من كلنا. حاضر. ويكونوا المناشف حاضر. والبيضات مناح كتير. ماشي، لكان هي غرفة الغسيل بينحط كل شي بهالغرفة. هي ما بتحب عايشة، لا أقولكن شي لوحة تانية غيرها. ماشي، ما تحطوا شي، خلي عايشة هي تختار. ماشي، تعي تعي يلا. قديش هالمكان فاضي، مو معقول. ليش ما كنت تحكي شي؟ ايه طيب، والخزاين؟ لازم نفضي محل الخزاين. لازم نعمل لها غرفة للتياب تبعها. ولازم نفضي محل بخزانتي كمان، ما بكفيها كم درج طبعا، يعني نصها. مو معقول تكون نص الخزانة إلها. يلي حضرتك بتشوفه مناسب. طبعا نصها طبعا. ويمكن لازم نفضي المكتبة كمان نصة، ما هيك؟ يا عيني، بالعادة هيك بصير بالواحد؟ خلينا نرجع على الشغل. يلا يلا، تعالي تعالي معي يلا. ايه، راح نفضي نص البيت منشان نوسع مكان، معقول؟ أنا ما عملت هيك شي بحياتي. ما بصير هالشي بيوم واحد، بس بيوم من الأيام راح تلاقي حالك نسيت حتى اللي إلك. معقول هيك يصير؟ يعني راح نعيش شخصين بالبيت؟ بس اثنين؟
ثلاثة في جان كمان. ثلاثة، وإذا الله راد أكثر من ثلاثة إن شاء الله. وكيف رح تشتغلي معنا كلنا؟ إيه، مندبر حالنا. مندبر حالنا. معلم في عندكم ضيف. مين؟ السيد جنكيز. فوتوا على مكتبي. حاضر. شو خير جنكيز؟ ليك شو ما عملت اليوم ما رح تقدر انك تنزع لي مزاجي وما تحاول. هدول قتلوا تموس. مستحيل، ما بصدق. يمكن اختفى لانه متضايق. من شين الساعة طلعوه من المي، كانوا عاملين له كمين. مات يا كنان. يا ترى في حدا غيره؟ ها؟ عم قول في حدا غيره؟ في حدا مثل تموس؟ قصدي في شي حدا تاني بقوة تموس أنا ما بعرفه؟ لا، ما في غيره، ما في حدا مثل تموس، وما رح يجي حدا مثله. بقينا أنا وياك هلأ. لا تروح على البيت، رح زيد الحراسة، رح دور ورح لاقي أحسن ناس، وإذا ما في منعملها نحنا، منروح لعندهم ومنمسكهم من رقبتهم. نحن يلي رح ننهي أمرهم اتنيناتهم. نحن؟ إيه نعم، وبإيدينا. وقت شفت هيك قلت رح تهرب على شي مكان. لا، ما رح أهرب كنان. ما بتروح من دوني، تاخدني معك. عم قلك ماني رايح على مطرح. هذا حكي بس مبين واضح إنك رايح. دور علي أنا، شو بده يصير فيني؟ ماني رايح على مطرح، ما عاد فيني روح. بس فيك تروح وقت اللي انت بدك. جنكيز، عم قلك ماني رايح على مطرح. انت حر تروح وين ما بدك اذا بدك. المكان مكركب مو لانك رايح. طلعت القصة بالعكس. طلعت القصة بالعكس لانه بدك تضلك عايش هون. عايشة هي رح تنتقل لهون. مزبوط هالحكي. إذا كنت مانك متحمل خود سترتك وروح. شو رح تعمل؟ شغلتي. وشو شغلتك؟ إنه أخلص من إيزيل. إيزيل، لأي درجة بدك إياها الشغلة؟ شو؟ إنك تخلص من كنان. معك 10 ثواني.
بعرف كل شي عن كنان وفيني خليك تقدر تطوله. وليش بدي صدق؟ كنان رح يتزوج عيشة ورح يسكنوا سوا ببيت كنان، ورح ياخدوا جان معهم لهنيك. كنان أخد عيشة منا نحن الاثنين يا عزيل، بدك ياخد جان كمان؟ بدك إنه كنان هو اللي يربي جان؟ نحن الثلاثة، أنا وإنت وعلي، مثل ما كنا من زمان، نحن يلي فينا نقضي على هاد الزلمة. أنا رح أكون الزلمة يلي جوا وإنت رح تعمل الخطة، وعلي هو اللي بيقوس. عود لإلك. خد القلم. وشو رح أكتب؟ رح تكتب رسالة لابنك. رح تكتب شو يلي عملته فيني. بس اكتب له كل شيء. اكتب له انك مانك ابوه، وانه انا بكون ابوه الحقيقي لجان. شو بك انت جنيت؟ يا اهلين علي. تتذكر منيح انت اللي امرت بقتل تيفو؟ جاي مشان اعطيكم مقابله كنان. تتذكر منيح انك قلت بكلمه وحده امرت بقتله؟ وهلا ما قبيل هديك كمان بكلمه وحده وبقوله ايزيل بذاته. ما قبيل هديك بيقلي قتله وبقتلك. توب أحسن. ليك بس أنا قلك اكتب. أنا جيت لهون برجلي مشان أقدم لكم المساعدة. اكتب ولك. إيزيل ما تخليني أكتب هذا الشيء. أنا وثقت فيك وإجيت لهون. هلا فينا نحكي. مشي الحال ولا لا؟ سيد جنكيز، البنك من هاي الجهة. دايا يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. أعطيني وحدة ومعها لبن. حاضر، حضر لي وحدة وأنت جيب لي علبة لبن. ألو نعم، حضرتك جنكيز قطاي؟ ألو. إذا بيصير علينا أي شيء، الرسالة اللي كتبتها رح تروح على الشرطة بالأول، بعدين بتروح لعند جان. ماشي ماشي،
امتى منبلش؟ خلال يومين. بتجيب معك كل الخطط يلي عندك وبتجي. شو هدول الخطط؟ فهمني شو هدول؟ خطط حفلة عرس عايشة وكنان. ليش؟ رح قلك لأنه رح نقتل كنان هنيك. بدي اياك تزيد لي مرتين عدد الرجال يلي برا وعلى الداير. حاضر. حط لي رجال جوات البيت. بس نظام التصوير اللي جوا ما بكفي. غير هيك بتقلع الكل وبتوسع شبكة الكاميرات يلي قدام البيت، ما بكفوا. انا بامرك معلم. خلص لي كل هالشغلات وارجع لي، في عندي لك شغلة تانية. انا بامرك. كيف هيك؟ في 50 حارس برا، كيف قدرتي تدخلي لهون؟ ايه؟ ليش ماني ست البيت هون؟ كم يوم بقيان للعرس؟ قلت لحالي بذكرك. فهمت، بالتحضيرات. شوف، المكان جاهز وبدلة العرس جاهزة، بس هي مفاجأة وبدلتك كمان رح تكون مفاجأة، بس لازم تروح على إياس. تفضل سيدي العنوان. ماشي، موافق على المكان، بس في قضية الحماية. يا ريت ما نفكر بالمواضيع المزعجة. تفضل لقي نظرة على المنيو. كلها منيحة، ما في مشكلة فيها. بس أنت اللي بتفهم بالأكل. طيب ما بيهم، أنت اختاري، كلها منيحة، أنا بعرفها. طيب خلينا نشوف قائمة المدعوين لك. أنا واثق فيك يا حبيبتي. أنت تابع الموضوع وأنا لازم أهتم بالموضوع الأمني. كنان شوفي، هيك بتحضر حالك لعرسك؟ بس في شغلات إلى أولوية هلأ. طبعاً الحراسة. مزبوط. منيح. شو رأيك تتجوز الحراس لكان؟ حبيبتي لطفاً. لطفاً على شو؟ حراس وأمن ورجال مسلحين، إيه شو أخدوا لك عقلك؟ باقي أسبوع للعرس ولساتنا عم نحكي بهالشي، ليش ما بترتاح أبداً؟ تموز مات عايشة. إيزيل قدر يقتل تموز، عم تفهمي هلأ؟ شو عم تحكي؟ ما بدي أحضر حالي للعرس؟ ما بدي استمتع بالعرس تبعي؟ أنت بدك عرس حقيقي تعزمي عليه الناس، وأنا بدي عرس حلو لدرجة فوق الخيال. بس رح نتزوج، شو يعني هذا بالنسبة إلي؟ بتعرفي؟ إني ما رح موت لحالي. طبعاً ما رح تموت وحيد، أنا جنبك لآخر نفس بعمري. بدي يكون كنان يلي شفتيه على حقيقته. بدي زد صورة الزلم الشرير يلي كنت عليه واخلص واطلع منه. بس ما عم يتركوني، ما عم يسمحولي. إيزيل. ايه هو إيزيل، ما عم بقدر وقفه وما عم يتركني. وشو رح تساوي؟ رح حلها، رح حلها، أكيد رح حل المشكلة قبل العرس. عايشة رح نتزوج وما عاد رح تزعلي بحياتك. رح حل المشكلة على الأكيد، أكيد رح حلها. بنات سبقوني على الكافيتيريا وانا جاي وراكم. ماشي بعد نشوفك هنيك. قلتك لا تقول شيء. طبعا نطلب لها. اذا كنت بتحبني شوي لا تقولها. لكن قليلي شو لازم اعمل؟ روح، روح على شي مكان وانسى كل شيء. ما بعرف، اضرب كسر اعمل يلي بالعاده بيعملوه ابطال القصص والروايات. ليش اجيتي لعندي وقلتي لي انك بتحبيني؟ شو انت مجنون يعني؟ ضروري اني اقول لك اياها يعني؟ شو مانك شايف قديش أنا بحبك ولا ما عم يبين معك من عيوني؟ ما تهرب بعيونك، عم اسألك سؤال جاوبني. ايه شايف؟
بتعرف شو يعني هذا الشيء إيزيل؟ يعني إنه فيك تعمل فيني يلي بدك إياه. إذا قلت لي تعالي نهرب بقول أول مرة لا، وبالتانية بسكت، وبالتالتة بوافق وبحمل حالي وبهرب معك. تعي نهرب. ما تقولها. لك أنت ما بدك إنك تكوني معي؟ ها؟ ولا حابة تكوني مع حدا تاني غيري؟ إيزيل بترجاك ما تحكي هيك. ما عم أحكي شيء، عم حاول بادئ إني أكون معك على طول. إمتى بدك؟ وقت رح تنسى عيشة، ولا وقت رح ترجع من الحرب، ولا وقت بيجي على بالك، ولا وقت بتختفي؟ إمتى ما بدك؟ لك كل شيء خلاص. ما تقولها. أنا كنت حبك كتير إيزيل. قلت لي روحي إمت، حملت حالي ورحت. قلت لك كيف بدي أنسى، قلت لك كيف بدي أعيش، بس أنا عم عيش بطريقة من الطرق. بعدين إجيت وقلت لي شيء تاني، قلت لي بس يخلص كل شيء رح أرجع لك، قلت لي رح تكوني إلي وبس. قلت لك ما فيك تحكي هيك. بس هذا حقيقي. وقت الحبيب بيقول هالحكي لحبيبته بيكون عم يحكم عليها. عم يحكم؟ عم يحكم عليها بالانتظار، والانتظار أصعب بكتير من الحب وعذابه يا إيزيل. لأنك وقت بتجي وبتقول هذا الحكي لإلي، فمعناته عيشي مثل ما بدك وعملي يلي بدك ياه. بس يا ترى ضميري رح يرضى يخليني عيش بهالطريقة؟ آه. أنت ما رجعت بطريقة منيحة، ما قلت لي أنا بحبك، رجعي لي. وأنت ما عاد بدك ياني لأنك بتحبيني، أنت عم تعملي هيك لأتركك. مزبوط، هذا من شان مصلحتي. شكرا. بس انا رح اجي. يعني امتى؟ بعد اسبوع، بس رح اجي وفي معي خطه لحياتنا، وقتها رح ارجع. يلا روح. رح تروحي معي؟ تعال انت والخطه تبعكم نشوف. شو رأيك نلتقي سوا؟ زلمة بدنا نقتله، ليش بدنا نجي نشوفه؟ رح يقدم لنا صفقة ما رح نقدر نرفضها. بالجمارك؟ ما فيني فوت معي سلاح. قول لشباب إنه ما يلحقوني لأنه رح يبينوا. أصلاً المكان مليان بالشرطة، مستحيل تقتل حدا من دون ما تمسك. منطقي. ايه، خبرهم انه لازم يجهزوا كل شيء لانه صار الوقت. انتظروا انتوا هون. شو اللي بدك إياه؟ شو الشيء اللي فيني أعطيك إياه لنخلص قضية التارية اللي بيناتنا؟ بلا جد؟ مستعد أعطيك اللي بدك إياه. أنت بتعرف أنا شو بدي. ليش بدنا نضل نتقاتل؟ ليش بدنا نضل عم نتقاتل لحد ما ينقتل واحد منا؟ كمان بتعرف ليش؟ يعني الخال. هديك كانت قصة بيني وبين رامز، وكان الحق معي فيها. يا ريت فيك تشوف منيح. أنا بالحقيقة بشبهك كتير يا إيزيل. أحياناً منشبه بعض. هيا احترفت بلسانك. أنت كمان سعيت ورا الانتقام تبعك سنين مثلي. أنت صرت مقامر وأنا صرت غني. بس أنت قتلت ناس أبريها. بس في ناس تانية عايشة لهلأ، ولا تنسى أخذوا أولادنا منا. وعايشة وجنكيز أخذوا ابني. رامز وسلمى ضيعوا لي بنتي. واضح هالشي ما هيك؟ أنا وياك منشبه بعض. اثنيناتنا ما حبينا حدا بكل هالسنين لأنه كنا عشقانين. أنا بحب سلمى. وأنا بحب عيشة. مزبوط. بس هي خلصت. وأنا كمان خلصت مثلك.
بس كمان كل واحد منا تعرف على واحدة جديدة. أنا تعرفت على عيشة وأنت على بادة. لا ماني عم هددك، كنت عم فكر إنه ما في مستقبل لإلنا، بس هو فيه، ما هيك؟ شو هي أفظع لحظة بحياتي عشتها؟ بتعرف شو هي يا إيزيل؟ وقت نصبوا لك كمين. لا 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 لا، الليلة يلي مات فيها الخال كنت ببيتي وعم فكر شو بدي أعمل بس أخلص منه. أنت فكرت بهالشي؟ فكرت كيف بدك تعيش؟ فكرت يا ترى إذا فيك تعيش بعد ما يخلص كل شي؟ يعني كأني بلشت. وأنا كمان، وأول مرة من زمان كتير بحلم بالمستقبل. وأنت مانك حابب ترجع لعند أبوك وأمك باسمك الحقيقي يا عمر؟ يعني بدك انسى الخال؟ الخال مات يا إيزيل، بس انت عايش. انا ما كنت الطرف المنيح او الطرف السيء بالنسبة للخال، وانت كمان اخذت مني كتير ناس. اخذت لي سكيز، كان سكيز مثل ابني، واخذت لي قيا، كان رفيقي الوحيد بهالحياة، وتموز. بتحب قلك على شغلة؟ لو كانت قصتك هي نفسها قصتي، كان تموز هو توفيق بالنسبة لي. يا ترى قدرت أوضح لك؟ وكمان أخذت شغلات تانية، أخذت مني الجرأة تبعي، أخذت مني اللامبالاة تبعي، وأخذت مني عيشة. بس أنا ما اعتبرتك إنك عدوي بأي وقت، وإنت دايما بتطلع وبتواجهني. خلينا ننهي القضية وخلينا نعيش نحن اتنين، وخلينا ننسى. بس الأغبياء يلي بيضلوا مديونين للأموات، خلينا نقوم من على الطاولة وننهي مشاكلنا، خلينا نعيش. طيب سؤال، لو طلبت نفس الشيء قبل موت الخال كنت رح توافق؟ شو بدك فيني؟ انت أكتر واحد بيفهمني يا إيزيل، انت أكتر واحد بيعرف انه الانتقام بيعمل عيون وبيعمل قلب كمان. انت أكتر واحد بيعرف كيف يلي عم يدور على حقه وبيعرف طريقه وين حتى لو كان معدن. خلينا ننهي المشاكل، وكل واحد منا بيسامح التاني على كل شيء. معك حق، أنا وأنت منشبه بعض كتير، بس نحنا ما حابين نعترف بهالشي. نحنا شربنا من نفس الكاس، يعني منطقي إنه يكون مصيرنا واحد. مزبوط، كتير منطقي. ونحنا كمان يمكن أكتر اتنين منفهم على بعض. مزبوط هالحكي، أنا وأنت منشبه بعض كتير، بس في فرق واحد. عن جد؟ شو هو؟ إنك بتعرف شيء أنا ما بعرفه. أنت اسأل وأنا بجاوبك. كيف بدك تموت؟ أنت بتعرف كيف بدك تموت يا كنان، لأني أنا رح أقلك هلأ كيف رح تموت. قبل ما يخلص الأسبوع جوات غرفتك، وباللحظة المناسبة رح تمسك سلاحك وتحطه براسك ورح تقوص على حالك. عن جد مو معقول شو بدي احكي. ضحكتني كتير، حلال عليك يا ولد. يعني انت ما قبلت العرض تبعي؟ بالحقيقة كنت من جواتي بدي اياك ما تقبل، بس انا عاهدت حالي من قبل اني جرب كل شيء. بس الهيئة مانك متوقع لي نهاية سعيدة، ما هيك؟ قديش عندك رجال؟ إذا رجالك كلهم مثل تموز فحتكون النهاية واحدة. ما عدت بحاجة لأمثال تموز، أمثال تموز بيعملوا لي مشكلة بهالمرحلة. أمثال تموز ما بيقبلوا إنه يوقعوا بأي شكل بعد ما يقتلوا، بينما الرجال العاديين المساكين والفاشلين بهالحياة يلي ما كتير بيعرفوا يستخدموا السلاح بس عندهم شجاعة، كلياتهم يا إيزيل ضربهم اليأس. ما في معهم مصاري، ما في عندهم أبداً أي شيء بيخسروه، ومجبورين إنه يصرفوا على عيالهم الكبيرة، وهدول مو أربعة أو خمسة. حكينا مع مجموعة منهم قبل ما نجي لهون. حكوا معك رجال بالتفاصيل؟ حكوا مع المين، وأنا جاهز ومستعد أعملها. رح تقتل هذا الزلمة بعز النهار، وبدك تقتله بنص الشارع وقدام الناس، وبعدين شو؟ بالمقابل رح ينصرف على عيلتك،
وراح يتدرس اولادك وراح تكون مرتاح كتير وانت بالسجن، وراح تصير صاحب شغل بس تطلع منه. ما استعد تعملها؟ برايك شو كان جوابهم كلياتهم؟ واقف عندها. اتركوني. بدي اقتله. خذوه من هون. كلب شو؟ يلا. تعرفوا شيء؟ واضح انه واحد مجنون. شايف قديش بسيطة القصة؟ ما في حدا بالدنيا بيقدر يثبت علاقتي فيه. إذا لقيت كل يوم 50 واحد أو 100 واحد من هدول بكفون، كل مكان بتروح عليه رح يكون في حدا بيعتبر روحك ما إلى قيمة. إذا رامز كان عنده 100 زلمة، أنا في عندي 1000 زلمة، وكلهم رح يكونوا عم يلاحقوك. وهلأ صار دورك إلك إنك تخاف. جنكيز، متذكر يا ترى ليش أنا وافقت إني سلمك كل الشغل تبعي؟ لأنك وعدتني تعمل شغلة، متذكر ولا لا؟ كان في عندي مشكلة وكنت أنت بدك تحلها. ولهالسبب أنا هون. إيه مزبوط. شو معنات هالحكي؟ مشان الأمن. كان تموز هو اللي يشرف على الأمن ولقيت طريقة لنقويه. مثلا؟ هاد البيت وبكل مكان بتروح عليه. يعني انت حابب اشرح لك القصة بالتفصيل؟ لا ما بدي. انا خلص نزلت على الساحة من جديد. الكل بيعرف اني من ورا الستارة، بس انا بعرف كيف انتقل لقدام الستارة. يعني شو عملت؟ يعني ما بدي حدا يلاحق ايزيل غيري انا. نسيت انه قضية قتل ايزيل شغلة كتير سهلة علي، خاصة اذا القاتل ما كان عنده شي يخسره. وبينفد يوم بينفد يومين وبينفد شهر كمان، بس بيوم من الأيام وبالمصادفة إلا ما يوقع واحد ياخده على القبر. أنا دخلت بالقصة أكتر من اللازم، كنت عم قول بدي أعمل خطة بس نسيت أهم شي. وشو هو؟ إنه أنا معي مصاري بتخلي كل الناس يشتغلوا قتلة مأجورين لحسابي. عرفت شو هو؟ ورح نخلص من كل هالتفاهة. معلم، لازم نروح على الملجأ. شو اللي صار؟ اشتغلت الإنذارات برا. اشتغلت الإنذارات؟ وكلها أكيد في غلط، بس للاحتياط تفضلوا. عم يحاول يخوفني هالولد، بعده بيفكر مثل الصغار. من بلال للحرس برا، رقم واحد صار جوا، برجع بعيد أنا. بلال معكن، عم تسمعوني؟ شو عم يصير؟ ولا شي جنكيز، شغلة فاضية. ما في حدا إجا، ما في شي. ما تخافوا. هاي ليكو اشتغل، يمكن يكون عطل بالكهرباء. وين
وين رحت لسه ما خلصنا حكي؟ يمكن يكون بدك شي ألف زلمة لحتى تخوفني. شو عم بيصير؟ عمل شي؟ في حدا برا شباب؟ في فرق تاني بيناتنا يا كنان. أنا ماني بحاجة إني جيب ألف زلمة ونزلون على الشارع مشان يخوفوك. ما قدرت تتعلم من الخال؟ وقف ليها! أنا ما بدي غير شخص واحد بس، شخص واحد بس ساكن ببيتك وقريب كتير منك، شخص واحد بيطرقك بالسكين من وراك. شو رأيك؟ أنت بمصاريك فيك تشتري ألف واحد يشتغل لحسابك، وأنا برأيك ما رح أقدر لاقي قاتل واحد بس. اطلعوا لبرا، اطلعوا لبرا، 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 لبرا. بكفي، بكفي. أخذت التفاصيل ورح أجيب لك إياها. بلشوا دوروا. فيزل، وقت اختفيت هديك المرة كنت عم تحضر لهي العملية، ما هيك؟ شوفي بعدها. ضل عنا لعبة أخيرة. وأنا كمان رح أكون معكم. أنت شو كنت عم تحاول تعمل؟ ردينا يا سمعنا. ولك أنا عم أحط دمي على كفي مشان أشتغل جاسوس، وأنت عم تعمل كل الشغلات اللي بتخليهم يشكوا فيني؟ عود. شو هي عود؟ وقف وقف وعود. شو شايفني كلب عندك؟ إذا عندك حدا تاني فيك تجيب منه معلومات عن العرس روح اشتغل معه، وإلا تعامل معي مثل الرجال مثل ما أنا عم تعامل معك. شو في عندك؟ مكان العرس، أوتيل الرونق ب25 الشهر الساعة 8. شو في كمان؟ قائمة المعازيم اللي عملوها في 120 125 من رفقات ورجال الأعمال وكل أصحاب النفوذ بتركيا. وكيف عرفت هالمعلومات؟ قائمة باللي رح يفوتوا على الأوتيل يلي عم يحضروا الأكل والزينة والألعاب النارية. وأنت كيف عرفت كل هاد؟ ومخطط الأوتيل. أنت بتعرف كل شي معناتها؟ شو بدك مني إذا هيك؟ مزبوط، ما بدك شي منه، خليني هيك لو أخلص. اهدى علي، ما فينا نفوت على بناء الأوتيل، بس في غرفة للضيوف والزوار فينا نوصل لهنيك، بس نحن بحاجة لثغرة أمنية لحتى نقدر نوصل، وجنكيز هو يلي رح يفوتنا لهنيك. وبفرض أنا فوتتكم لهنيك، كيف رح تقدر تجيب كنان لعندك؟ أنا ما رح جيبه. مين لك كان بده يجيبه؟ أنا بدي جيبه؟ لا، روحوا من هون. كنان. عايشة؟ ايه هذا انا قدام الباب. شو رأيك نعمل هالغرفة للألعاب؟ ما فيني اخلص من هالزلمة يا عيشة، ما بعرف شو بدي اعمل. رح نلاقي حل. خلينا نأجل العرس، خلينا نهرب عشي مطرح بينما تخلص هالقصة. في محلات ما بيقدر ايزالي لاقيها. ما تتطلعي فيني هيك، بالاخير ما فينا نتزوج بهالوضع. خلينا نأجل ليخلص كل شي. كنان نحن رح نتزوج، تا
بتعرف شو بيعني هذا الكلام؟ يعني ببساطة أنت ما بتقدر تضل متخبي بالعتمة وحدك وتواجه قضية لحالك ما بتقدر تحلها. ما في لزوم؟ لا ما في لزوم. لما بصير هذا الشيء بتجي لعندي وبتحط راسك على كتفي. نحن رح نتزوج، أنت ما عدت وحدك، نحن رح نواجه كل المشاكل الصعبة مع بعض. عيشة ارتاح شوي، ما عاد في داعي تضل متوتر هيك، أنا موجودة، فيك تسلمني المناوبة الليلية. خلص غمض عيونك من هلأ ورايح، أنا رح أهتم بكل شي. عيشة أنت الإنسان الوحيد اللي بوثق فيها بهالحياة. الزواج هو اللي بيعمل هيك. هذا هو. عيشة عيشة ومن أين صار هالشي؟ لقيته لتموز؟ مات؟ ما مات، بس على الطريق. ليش اجيت لك؟ لأنه تموز ما بيكفي. إزال طلع لو سمحت، أنا ما بدي ضل عيد نفس الكلام. بدي كنان معه. شو أنت ما عم تفهم علي؟ ساوي اللي بدك ياه، مليت منكم كلكم، منك ومن جنكيز ومليت من كنان. مشان هيك رح تهربي؟ يعني شو ساوي؟ مو بدك تكوني مع كنان؟ مو طلقتي مشانه؟ إزال إيه هذا هو السبب، خدمنا هالخدمة ولاقي تموز. أنت طلقتي مشان تكوني مع كنان؟ أنا ما طلقت مشان حدا، اتطلقت مشان حالي. بس يموت تموز بيكون خلص شغلي معكن وبروح بعيد من هون. عندك سؤال تاني؟ وما رح تكوني مع كنان؟ شو رأيك أنت؟ أني رح أتجوزه؟ أنت مفكر أني بحبه لأني ما ساعدتك بقتله؟ مو هيك؟ شو بدك بهالأسئلة؟ أنا بعرف كنان، صحيح شخصيته شريرة بس أنا بعرفه منيح. إيه عندي شعور بالشفقة عليه وأحياناً بتألم، بس مانو عشق. أنا ماني مثلك، يمكن كون غدارة وظالمة كمان، بس ما فيني أعشق إلا إنسان واحد. فكرت إنك حابة تتزوجيه؟ أنت الوحيد اللي بيعرف مع مين كان بدي يكون من الأول. مشان هيك هربانة؟ إلا هيك بدي روح. بلا ما تروحي. وشو بعمل؟ ضلي خدي التليفون واتصلي بكنان. شو بدي اقول له؟ قولي له يجي لهون. اذا اجا رح يجي حامل الخاتم. منيح، فيكي تاخدي موبايله وقت بيلتهي. ليش؟ بعتي رساله لتموز منه، فيكي تعمليها؟ بعملها، هذا احسن شي فيني اعمله. بس شو بساوي لما بده يعرض علي الزواج؟ بلي نعم؟ قبلي وخططي للعرس. لك أنت واحد عديم الرحمة. أجلي البهدلة لبعدين. نحن أنا عم بحكي عني وعنك. رح توقعيه بالفخ بأسعد يوم بحياته، فيك تعمليها؟ لك شو نوعك أنت؟ شو صار لك؟ شو نسيت الحب؟ ما عاد في بقلبك إحساس أبداً؟ أنا ما نسيت حبك. قلي أنت نسيت حبي؟ إزال طبعاً لا. إذا عملتي مثل ما قلت لك
إذا قتلنا كنان مع بعض؟ إيه؟ وقتها منرجع سوا. أنا ما إلي غيرك أبداً. كيف؟ أنت عم تحكي جد؟ لا مزح. عم تخطط لهالشي من الأول؟ مزبوط، خططت من الأول، كل شي عملته من شان أني يكون معك باقي العمر. بس مو هلأ، لازم يخلص كل شيء. ما فيني دق بابك، ما فيني ارجع قبل ما اخلص. كنان، تعال نحكي كلمتين. عن شو بدنا نحكي؟ انت شو رأيك؟ ايه يعني وافقت؟ ليش؟ شو عرضت عليها؟ شو عرضت عليها لتقبل بهذا الشيء؟ وعدت انه رح نتجوز. بكلمة واحدة منك، كلمة واحدة منك وافقت على كل شيء، مزبوط؟ تخيل. يا عيشة، أكيد رح تموتيني أنت، أكيد رح أموت بسببك. بس ولا حاجة تبرمر مثل النسوان. إيزيل أكيد ما رح تشتغل مع هاي المرة، لأنه كلياتنا بنعرفها منيح، بتبيعك. أخي علي ما رح تبيعه. يا أخو مخك إن شاء الله. ولا أنا ماني أخوك، ولا القضية خلصت وسكوت. ماشي ماشي، أنا عم أقول إنه ما رح تأذي إيزيل، ما رح تسمح إنه يصير عليه شيء. عم يحكي مزبوط. شفت؟ بس تخلص هاي القضية رح يكون كل شيء لك، رح تنتقم لحالك ورح تأخذ عيشة. بس أنا شو رح أخذ؟ إلي مش ترصاصي هالراسك بإيدي أنا. والله ما خططت لك شو بدي يصير معك بعدين يا جنكيز، بس وقت منخلص تأكد إنك رح تكون ربحان.